حياكم الله مشاهدينا، وحيا الله قوات المسلحة السودانية صمام أمان البلاد. هذه هي أحداث اليوم والبداية بالعناوين. مطالبات غربية بفرض عقوبات على دولة الإمارات لدورها في دعم ميليشيا ألي داغلو الإرهابية بالسلاح. ولاية الخرطوم تستقبل قافلة الدعم المقدمة من نهر النيل. انطلاق عمليات حصاد القمح الممولة من برنامج الغذاء العالمي بالنيل الأبيض. أهلا بكم مشاهدينا. طالب معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، طالب إدارة بايدن بفرض عقوبات مشددة على دولة الإمارات العربية المتحدة إن لم تكف عن دعم ميليشيا ألي داغلو الإرهابية والتي تخوض حرب إبادة في السودان. وطالبت الدراسة التي صدرت باستخدام سلاح العقوبات ضد الإمارات والضغط على المسؤولين الإماراتيين لإقناعهم بوقف دعمهم لميليشيا ألي داغلو الإرهابية. أوصت أحدث دراسة عن تطورات الوضع في السودان نشرها معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى بفرض عقوبات على دولة الإمارات العربية المتحدة إذا استمرت في دعم ميليشيا الدعم السريع الإرهابية. وشددت الدراسة التي نشرها معهد واشنطن الجمعة 5 أبريل على ضرورة فرض المزيد من العقوبات على دولة الإمارات العربية المتحدة لدورها الهدام في السودان وممارسة مزيد من الضغوط الأمريكية على قيادات دولة الإمارات والضغط عليهم لإيقاف دعمهم لميليشيا الدعم السريع المتمردة ورفع درجة هذه العقوبات لتصدر عن وزارة الخزانة الأمريكية إذا استمر الدعم الإماراتي للدعم السريع. وكشف معهد واشنطن عن رصد 69 رحلة لطائرات ضخمة تحركت من مناطق عسكرية إماراتية وهبطت في مطار أم جرس التشادي خلال شهري مايو ويونيو من العام 23 و2000. وارتفعت وتيرة هذه الرحلات العسكرية لتصل إلى 122 رحلة في يناير الماضي. وقد حصل خبراء الأمم المتحدة حول دارفور على أدلة دامغة بأن هذه الرحلات كانت تحمل أسلحة وعتاد عسكري لميليشيا الدعم السريع في السودان. مستخدمة الأسلحة الإماراتية ارتكبت ميليشيا ألي داغلو الإرهابية جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية وتطهير عرقي وجرائم اغتصاب وتهجير غسري في غرب دارفور وفي الخرطوم وأخيرا في ولاية الجزيرة وسط السودان. وأكدت الدراسة الصلة الوثيقة بين مرتزقة فاغنر الروسية ودولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تقوم عصابات فاغنر بضخ أموال عملياتها القذرة عبر النظام المصرفي الإماراتي لتمويل أنشطتها المشبوهة في أفريقيا. وأشار معهد واشنطن للدراسات إلى أن جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية يمكن أن تساهما في إعادة الأمن والاستقرار في السودان من خلال مفاوضات سلمية، ونوهت إلى التحذيرات التي وردت في التقييم السنوي الصادر عن أجهزة المخابرات الأمريكية عن المخاطر التي تهدد الأمن القومي الأمريكي من أن السودان قد يصبح مأوى للتنظيمات الإرهابية حال استمرار الحرب وانهيار الدولة. تمكنت القوات المسلحة من إلقاء القبض على عدد من المرتزقة الأجانب التابعين لعدد من الدول الإفريقية الذين كانوا يقاتلون في صفوف ميليشيا ألي داغلو الإرهابية، حيث أدلوا بإفادات عن الأوضاع المأساوية والظروف اللا إنسانية التي عاشوها خلال فترة وجودهم مع الميليشيا. أجو أخوي أجو من جنوب السودان جاور نازدان سري جاوني من جنوب السودان قالي تال تشغل معنا 6 شهور بديك 100,000 دولار جد مدفاج مدرب جاز من جنوب السودان دار مدفع 120 يلا جيت سلموني أدم البوش من ميرو جاوني في رياض، من رياض جاوني تمتار، من تمتار جاوني إزا شخال ماو من شهر 6
شغال ما دوني ولا قريش يدفعي عقلنا كان دفقنا ما وقف المال. أنا طلعت 2018 طلعت انتشاد مشيت ليبيا 2020 خشيت مع محمد السيفاوي بيخدم مخدرات محمد السيفاوي عنده 300 نفر كلهم أجانب يخدموا معايا أنا من طرقتهم بخدم معاهم بخدم حرس في الباب تاخذ تاخذ حاجة مخدرات واحد اثنين أنا تلقاني قاعد فوق الباب طلعنا جنينا دفارات اثنين الساعة 4 الصبح طلعنا ماشينا الساعة 12 أو الساعة 11 ونص نحن وصلنا الحديد في السهرة جينا وصلنا الحديد في السهرة الدفارات رجعنا ما أعطونا حاجة ما أكلونا أعطونا فول مصري صب لك فوق سكر تاكل طلعنا من الحديد 5 أيام جينا خشينا نيالا الساعة 12 بالليل أنت الليل قعدونا داخل بعد ما قعدونا داخل يا أخوانا وي أنا أقول لكم الشغلة هذه ما تجي لها كل أحسن أنا الدعم السريع ده ما تستفيد منه حاجة لكن تستفيد منه حاجة نحن دلوقتي تستفيدنا حاجة ونحن ما لقينا حاجة والناس يا 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 بودوك المقدمة يا بقتلوك إن حصلوا عليك ونحن هسه حاليا أنا من جيت في القوات المسلحة والحمد لله باكل وبشرب وشاقي لي بجرحي وما قصروا معي حاجة كلنا قدامنا جيتني في مارس كلنا في تلفون هو ما أنا نشغال فوق قبضني نين ثلاثة نفر أنا وصابين نفرين هذي شالي جابني في راسه أبو في صوبة راسه ده في ثلاثة أمارة ما كانت قوات منطقة المرمايا العسكرية بفضل الله سبحانه وتعالى من تحرير الإذاعة ومن خلال تحرير إذاعة تم ضبط مرتزقة من دولة جنوب السودان ومن دولة تشاد وهؤلاء الأسرى كان ضمنهم صغار سن وضمنهم ناس جايين مباشرة من دولة جنوب السودان ومن دولة تشاد كانوا في حالة يرسى لها من الجوع في حالة يرسى لها من الخوف والهلع نتيجة للصدمة الكبيرة اللي قابلتها من قوات شعب مسلحة مرسلة في منطقة درمان العسكرية كانوا معظمهم مصابين إصابات بالغة تم التعامل معهم وفقا للوائح والقوانين الآن هم قاعدين معنا في منطقة الدرمان العسكرية في شعبة الاستخبارات يتلقوا كل معاملة كريمة شهد والي الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة شهد الإفطار الرمضاني لمتحرك عزم الرجال بحضور الفريق الحسين عبد الله العطا مدير الإدارة العامة للخدمات الطبية واللواء شرطة دفعالله طه دفعالله مساعد المدير العام لشرطة ولاية الخرطوم والعميد الركن أنور الزبير قائد متحرك عزم الرجال وعدد من قيادات القوات المسلحة والمتحركات وتمنى والي الخرطوم الأدوار البطولية المتعاضمة للقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والمستنفرين في معركة الكرامة مؤكدا تضافر جهود لتأمين الأحياء للعودة الآمنة للمواطنين لمنازلهم وإيصال الخدمات الأساسية من جانبها أكد قائد متحرك عزم الرجال أن القوات المسلحة تعمل في تنسيق تام مع كل المتحركات التي خلال هذا العام أزاغت هذا الشعب السوداني الكريم الشعب الأبي أصناف من الانتهاكات حيث قتلت ونهبت وسرقت واغتصبت وهجرت الناس من مساكنهم واستولت منازل الناس وعلى الحكومية ومن المؤسف أن تقف وراء هذه الميليشيات دول ومحاور إقليمية ودولية كان السودانيين يحسبونها دولا صديقة وشقيقة ولكن مدت هذه الميليشيات بالعتاد وما زالت تمد هذا العدو بكل الأسلحة وكذلك دول تمد هذا التمرد بالمرتزقة الذين ما زالوا يتدفقون من دول أفريقيا ودول أخرى يتدفقون ليكونوا وقودا لهذه الحرب ولكن هذا الشعب الكريم
وقوات مسلحة الذين لهم تاريخ كبير وتاريخ ناصع في البطولات وفي صد العدوان وفي تلقين كل من تحدثه نفسه بغزو السودان يلقنونه درس كما لقنوه في ماضينا العريق الناصع. الآن أنتم تلقنون هذا العدو الدرس تلو الدرس. هذه الليلة الرمضانية المتميزة الختامية، ختام هذا الشهر الفضيل وختام مهمة من المهام التي تتوالى إن شاء الله في معركة الكرامة لهذا المتحرك. وقصدنا من خلال هذه الفعالية الوفاء لشهداء متحرك عزم الرجال في معركة الكرامة في محور والنوباوي ببلوغ الأهداف النهائية. والقصد الثاني التأكيد للقيادة العامة والقيادة الجوالة والسيطرة والسيطرات للشعب السوداني أن متحرك عزم الرجال إن شاء الله سيبغى حتى تطهير آخر شبر إن شاء الله من هذا الوطن الحبيب. وإذا انتهت المهمة في وسط أم درمان نحن إن شاء الله مجهزين وحنجهز وجهزنا نفسنا نفسيا وبدنيا من حيث التدريب للمهام الأخرى إن شاء الله خارج الخرطوم. والي ولاية نهر النيل المكلف الدكتور محمد البدوي عبد الماجد أبو جروم أكد أن قوافل الولاية لمساندة ولاية الخرطوم ستتواصل حتى نهاية معركة الكرامة. جاء ذلك لدى مخاطبته ودعا قافلة الولاية الخامسة المتجهة لولاية الخرطوم. وأشار الوالي إلى استمرار دعم القوات المسلحة وولاية الخرطوم حتى يتحقق الناصر على الميليشيا الإرهابية. هذه الغافلة هي غافلة نوعية، فيها السكر، فيها الدقيق، فيها البلح، فيها الزيت، فيها ملابس للأطفال. وهذه الغافلة نحن أصلا قصدنا بأنه تكون نوعية وقبل العيد على أساس أنه تسلم لوالي ولاية الخرطوم، باعتبار أنه نحن عندنا علاقة كبيرة جدا بولاية الخرطوم. نحن عندنا يعني شغل بتحتوأم معهم، ولذلك كان لزام علينا إرسال هذه القافلة الكبيرة. واستقبل والي الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة قافلة ولاية نهر النيل بقيادة وزير التربية والتعليم ممثلا لوالي نهر النيل أحمد حامد ياسين، وذلك لدعم المواطنين المتأثرين بالحرب. في إطار الدعم والسند للمتضررين من الحرب استقبل والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة وبحضور وزيري الصحة دكتور محمود القائم والأستاذ سيف الدين مختار وزير التنمية الاجتماعية المكلف واللواء أمن الحسن علي محمد صالح مدير هيئة أمن ولاية الخرطوم. استقبلوا القافلة المقدمة من ولاية نهر النيل التي وصلت على رأس وفد بقيادة الأستاذ أحمد حامد ياسين وزير التربية والتعليم ممثلا لوالي نهر النيل، دعما لمواطني ولاية الخرطوم الذين تضرروا من جراء الحرب، إذ ساهمت فيها كل محليات الولاية ووزارة الصحة والمؤسسات وقطاعات المجتمع بنهر النيل. والي الخرطوم ثمن تضامن ولاية نهر النيل ووقفتها مع حكومة ومواطني ولاية الخرطوم في مثل هذه الظروف التي فرضتها الحرب، مؤكدا أن ما قامت به الميليشيا المتمردة قصد منه نهب ثروات البلاد وتدمير البنيات التحتية وتشريد المواطنين، محييا القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى وتقدمها المستمر وفي كل المحاور. وبالمقابل الولاية تتوسع يوميا في المناطق الآمنة وتقديم الخدمات للمواطنين المتواجدين. وانتوا اللي غبرتوا أقدامكم ووصلتونا هنا، نقول لكم كتر خيركم، وإن شاء الله ده يكون تكامل بتاع أدوار بيننا وبين ولاية نهر النيل، وإن شاء الله ربنا يحقق النصر العاجل لقواتنا المسلحة. يتحقق النصر العاجل قواتنا المسلحة وكل زول بقاتل معاه، أخواننا في جهاز المخابرات وفي الشرطة وفي المستنفرين، الناس اللي اصطفوا. ونحن نترحم على شهداء عطبرة الذين فاضت أرواحهم عقب الإفطار في مدينة عطبرة، وده نترحم عليهم على الشهداء ونسأل الله الشفاء العاجل للجرحى. وده عمل جبان، والشعب السوداني إن شاء الله حيلقن الميليشيات دي دروس زي ما تتلقن في الميدان بتتلقن في أي مكان لحد ما تتحر. وزير التربية الأستاذ أحمد حامد ياسين ممثل والي نهر النيل قال إن القافلة مواصلة لسلسلة القوافل التي تدعم المواطنين الذين تأثروا بالحرب،
وبمشاركة كل محليات الولاية ووزارة الصحة والعديد من القطاعات، إذ تعبر عن تضامن أهل الولاية مع أخوتهم بولاية الخرطوم، مؤكدا استمرار القوافل حتى تحقيق النصر. وصلنا اليوم لولاية الخرطوم على رأس غافلة دعم شعب ولاية الخرطوم المقدم من ولاية نهر النيل، منفدين من قبل السيد محمد البدوي عبد الماجد والي ولاية نهر النيل، تضامن مع شعب الخرطوم وأهل الخرطوم في هذه الحرب المفروضة عليهم. هذه القافلة تحتوي على 41 عربة، تحتوي على مواد متعددة، مواد غذائية ومواد فواكه وخضر وملبوسات وأحذية ومواد صحية. نزل الله إنها تكون خير معين لأهلنا في ولاية الخرطوم، ونزل الله النصر والعزة والمنعة والقوة لشعب السودان، نزل الله أن ينصر قواته المسلحة على هذه الحرب المفروضة عليهم من قبل أعداء المرتزة والمهجورين، وأن يرحم شهدانا ويشفي جرحانا ويفك أسرى المأسورين. يذكر بأن ولاية نهر النيل قدمت من قبل عدد من القوافل دعما وسندا للقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والمستنفرين التي تقاتل في الصفوف الأمامية، وها هي تدعم مواطني ولاية الخرطوم الذين فرضت عليهم هذه الحرب التي أفقدتهم كل ما يملكون بالنهب والتدمير الممنهج من الميليشيا المتمردة. للتلفزيون السودان عبد العال سليمان عبد الرحمن حسن، الخرطوم. ونبقى في الخرطوم مشاهدينا، حيث نظمت لجنة تجار سوق صابرين بمحلية كرري بالتعاون مع وحدة سوق صابرين الإدارية، نظمت حفل الإفطار السنوي تخليدا لذكرى شهداء معركة الكرامة. واستنكر المتحدثون في الإفطار الاعتداء على المصلين أثناء الإفطار بمدينة عطبرة، مطالبين بضرورة التصدي للميليشيا الإرهابية والمتعاونين معها، وأعلنوا عن دعمهم للقوات المسلحة في معركة الكرامة. بشدة ما حصل في عطبرة، نترحم على الشهداء وعاجل شفاء للجرحى. وفي هذا المنبر بستنفض وبستنكر الواقع الوحشية التي مرت بمدينة عطبرة، يعني بجد ممكن موقف هز كيان ووجدان الشعب السوداني في ظروف قاسية جدا جدا. نحن حقيقة ندين إدانة وبشدة الهجوم القاشم والجبان على مدينة عطبرة، وده من شيمة السودانيين، إنما شيمة الدخلة والمؤجورين والخونة. حقيقة نحن يعني ندين ونستنكر العدوان الغاشم اللي تم على إخوتنا في عطبرة. نفتكر إنه ده عدوان يعني ما فيه جانب أخلاقي، وعدوان ما بيحصل من مسلم أصلا، وده إن دل إنما يدل يعني على إنه الناس اللي قاموا به ودي الناس ما سودانيين، لأنه الأخلاق دي ما أخلاق سودانية ولا أخلاق بتاعت مسلمين. أولا نحن والله بنستنكر بأشد العبارات الاعتداء الغاشم للمواطنين العزل في مدينة عطبرة، وهذا سلوك عبارة عن سلوك إجرامي يجب أن يتخذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه الفاعلين. إننا الآن ندين ما يحصل في ربع هذا الوطن على الشغل بتاع الطابور الخامس اللي حصل في عطبرة الإفطار، وربنا سبحانه وتعالى يجعل قيد العداء في نحرهم. أكد عدد من المكفوفين بمحلية كرري وقوفهم خلف القوات المسلحة الباسلة والأجهزة النظامية المختلفة والمستنفرين والمستنفرات حتى يتحقق النصر. يعني نحن كمجموعة تمثل ومن المكفوفين وتلتف حول قواتنا الشعب المسلحة، وربنا ينصر القوات المسلحة ونحن معاهم وقلوبنا معاهم، وربنا ينصرهم بإذن الله تعالى. نزل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينصر قواتنا المسلحة ليلا ونهارا، وينصرهم على كل من ظلمهم وكل من ظلمنا وكل من اعتدى علينا وكل من اعتدى على حقنا يا رب العالمين، ربنا يسلط عليهم. ونزل الله العظيم ربنا يسخر جنود الأرض جنودا من السماء يقاتلون معاهم يا رب العالمين، وينصرهم على من عداهم وعلى من ظلمهم يا رب العالمين، ويردهم سالمين غالبين إلى أهلهم. الشعب والجيش السوداني وبتمنى لهم النصر ثم النصر. نحن مجموعة من الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية نقف خلف القوات المسلحة، ونسأل الله سبحانه وتعالى بالتوفيق للقوات المسلحة. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وسريع الحساب وهازم الأحزاب، فهزمهم جميعا وانصرنا عليهم. بحيي الجيش السوداني وبتمنى له النصر الآزر إن شاء الله.
أكدت قيادات بتجمع القوى المدنية ومجموعة نشطاء السلام والحركة الشعبية بإقليم النيل الأزرق أكدت دعمها للقوات المسلحة للمساهمة في حصم ميليشيا لدجلو الإرهابية. جاء ذلك خلال لقاء تنويري حول التحديات الماثلة بالبلاد، مشيرين إلى أهمية وحدة الصف وتماسك والنبذ خطاب الكراهية. التعافي والاستقرار مع التأمين على وحدة الصف والوقوف خلف القوات المسلحة مخرجات نادت بها قيادات بالتحالف الديمقراطي للعدالة ومجموعة نشطاء السلام والحركة الشعبية بإقليم النيل الأزرق من خلال اللقاء التنويري من قبل تجمع القوى المدنية لشعب النيل الأزرق. النيل الأزرق يجمعنا كلنا يد واحدة. النيل الأزرق أصبح يعني هي الولاية الوحيدة الجامعة كل السودان، ودي أحمد لكم أنتوا أهل النيل الأزرق استقبلتوا كل الناس النازحين، كل النازحين من كل أركان السودان الآن عايشين وسطكم وبينكم ومبسوطين جدا جدا ولاقين الراحة والأمان والاستقرار. قواتكم الآن بتقود قتال في محاور متعددة، إذا كان في دارفور في الخرطوم أو في الجزيرة دفعنا بكل ما عندنا، إذا كان جيش أو مقاومة شعبية أو متطوعين، وده الآن نحن إن شاء الله ما يكون العيد جانا وإلا يكون عندنا تهليل وتكبير بالعيد وتهليل وتكبير بتحرير ولاية الجزيرة بإذن الله تعالى. ولينا في الحركة الشعبية من 15 أبريل أنينا أعلننا من 15 أبريل في حرب الخرطوم أننا واقفين مع قوات المسلحة ولا بديل لقوات المسلحة، لأن أننا ما وقفنا مع قوات المسلحة لأن ده مؤسسة بتاع الدولة. السلطات المسؤولة بتجمع القوى المدنية لشعب النيل الأزرق أكدت دعمها التام للقوات المسلحة للمساهمة في تعزيز الاستقرار بالبلاد. نحن كتجمع القوى المدنية وقفنا مع القوات الشعب المسلحة لأنه وجدناه أن هذه القوات هي قوات منسو تأسست له عمره 100 عام، وبالتالي هو المؤسسة الوحيدة ممكن يحافظ على الدولة السودانية ولا تماسك الشعب السوداني. وبالتالي نحن في تجمع القوى المدنية لشعب النيل الأزرق مع رفاقنا في الحركة الشعبية كثير من المشاكل أحيط بنا في هذا الإقليم، لكن كنا على قدر المسؤولية ومع رفاقنا في مجموعة نشطاء السلام. استدامة الاستقرار بالبلاد مرهون بالوقوف خلف القوات المسلحة. عصام طه، تلفزيون السودان، إقليم النيل الأزرق. أكد والي ولاية شمال كردفان المكلف عبد الخالق عبد اللطيف وضعت الله أكد دعم حكومة الولاية للعملية التعليمية في كل محاورها. جاء ذلك لدى مخاطبته بمحلية الشيكان ختام فعاليات الدورة التدريبية في مجال بناء قدرات قيادات المرحلة المتوسطة. وأشاد عبد الخالق بدور المعلمين في تطوير التعليم، فيما طلب المدير العام لوزارة التربية والتعليم الوزير المكلف وليد محمد الحسن طالب بتنفيذ توصيات الورشة للارتقاء بالعملية التعليمية. جدا من المشكلات التي تدور في معظم ولايات السودان وكيفية بداية التعليم في ولاية شمال كردفان في الوضع الراهن، هل في إمكانية ولا لا في الظرف ده ولا ما ممكن ولا مستحيلة، وده مدخل يخلينا أول حاجة نشد من يد منظمة الأبيض الطبيعية، نقول لهم ربنا يخدر درعكم، وذلك من أجل زيادة الفعالية بالنسبة لي إدارات المرحلة المتوسطة. والمرحلة المتوسطة على مستوى ولاية شمال كردفان، وهذا للأمانة أن المرحلة المتوسطة الآن قد قامت بأسنانها وهي متقدمة في ذلك على كل ولايات السودان، إذ أن لها عدد مقدر من المدارس المنفصلة. الآن في محلية شيكان توجد 30 مدرسة متوسطة منفصلة كاملة. امتدح وزير الصحة الدكتور هيثم محمد إبراهيم
امتدح جهود جمعية الهلال الأحمر السوداني في التصدي للطوارئ والأوبئة، جاء ذلك خلال لقائه ببور السودان وفد جمعية الهلال الأحمر السوداني برئاسة الأمين العام للجمعية دكتور خليل، واستمع الاجتماع إلى تفاصيل مشروع المستشفى الجديد ببور السودان. دشن وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية صلاح أحمد محمد دشن استخدام التقنيات الحديثة في المشروعات الزراعية في محلية أبو حمد، ووجه وزير الإنتاج صلاح أحمد محمد على أهمية دعم وإسناد صغار المنتجين والعمل على دعم السوق الصادر بالمنتجات الزراعية. اطمأن وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية نهر النيل صلاح علي محمد أحمد والوفد المرافق له اطمأنوا بمحلية أبو حمد على زيادة الإنتاج بالمشاريع الزراعية في حصاد محصول القمح، وحققت الإنتاجية بمشروع الدال الزراعي نسبة تجاوزت 26 جوالا للفدان في بعض المحاور. متوسط إنتاجنا بالأفريج إحنا تجاوزنا متوسطات المصرية في إنتاج القمح، وبرضو أسيب النافس أو قريبين لمتوسط الإنتاج السعودي. طبعاً دائماً نحن بنعاين لأنه المسألة دي زون بتاع ويزر وكذا، بنعاين للناس اللي حولنا ومتوسطاتهم في الإنتاج ووصلوا لأي درجة، فالحمد لله هسه المرة دي إنتاجنا متوسط، وزي ما قلنا في البداية إنه هو 26 شوال في المتوسط، عندنا رشاشات وصلت 30 شوال للفدان، 29.5 للفدان، لكن المتوسط هو 26 شوال للفدان. ووقف وزير على تجربة الأمن الغذائي أبو حمد وتعرف على المشاكل التي تواجه المشروع والتقدم الذي يحرز من العام السابق، وواصل وزير الإنتاج والاقتصادية إلى مشروع كحيل الشرق حيث دشن العمل بالحاصدات الجديدة للمشروع. وفي هذا اليوم يوم الجمعة آخر جمعة في هذا الشهر العظيم شهر رمضان دشنا عياد الحصاد حصاد محصول القمح في محلية أبو حمد. بدأنا الزيارة في الصباح الباكر بمشروع استثماري، مشروع شركة دال، ووقفنا على عمليات الحصاد لمحصول القمح، والحمد لله الإنتاجية كانت عالية والتي تجاوزت 26 جوال للفدان. الزيارة الثانية كانت لمشروع الأمن الغذائي أبو حمد، وقفنا على زراعة القمح ومحاصيل أخرى، محاصيل شتوية. المدير التنفيذي لمحلية أبو حمد عبد الرحمن الزبير أشاد بجهود حكومة الولاية ومثلها في وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية وقوفها الداعم والمساند للزراعة بمحلية أبو حمد. قد بدأنا هذه الزيارة في مشروع الدال، وكانت الزيارة ناجحة جدا حيث وقفنا على تجربة شركة دال في إنتاج زراعة القمح، وقفنا على تجربة مشروع الأمن الغذائي في إطار تشكيل المحاصيل الزراعية من محاصيل متنوعة، والحمد لله كانت تجربة ناجحة برضو وقف عليها الأخ وزير الزراعة. وكذلك جينا في مشروع الفدا الزراعي التابع أيضا لشركة دال، وهذا المشروع يعني يبشر بإنتاجية كبيرة في زراعة القمح، حيث وقفنا على مزرعة في جمعية البيان لأخونا مبارك. من جانبه امتدح وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية صلاح علي محمد أحمد بالجهود التي تبذلها شركة دال من حيث تحسين المنتج وإضافة الجودة، مطالبا الشركة بالاهتمام بصغار المنتجين. الحمد لله وصلوا 26 جوال للفدان وإنتاجية عالية، في بعض الجهات في مشروع وصلوا 30، لكن أهم من ده بيتكلم عن الجودة والنوعية، يمكن دي يعني ثقافة جديدة نظر الله أنه كلها تندح للولاية. شركة دال شركة رائدة، وأساسا التمويز بتاعها جاء من الجودة، عشان كده باشمهندس حسام دارين تاني كلام الجودة ده في أي مشروع نمشي نسمعه برضو يعني. وتقود دال الزراعية حركة الزراعة بمحلية أبو حمد، وتعمل جاهدة مع مشروعي الأمن الغذائي أبو حمد وكحيل الشرك لتلافي المشاكل ووضع الرؤى المستقبلية لدفع عملية الزراعة بمحلية أبو حمد. محمد عبد الباسط، تلفزيون السودان، محلية أبو حمد، مشروع كحيل الشرك. أعلنت حركة قوات جلهاك بقيادة الفريق آدم يحيى إبراهيم كاربينو أعلنت انضمامها إلى صفوف حركة العدل والمساواة، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد ببور السودان. وأعلن الفريق كاربينو دعم حركته للقوات المسلحة والعمل معها لتحقيق ودحر الميليشيا وتحقيق الأمن
فيما أشاد القائد الفريق إبراهيم الماز أشاد بالخطة التي اتخذتها حركة كاربينو مؤكدا العمل معها من أجل عزة ورفعة السودان. ونحن يعني لو جينا لعبد المساواة جينا بقلب مفتوح وجينا بكامل إرادتنا، وبالتالي أنا بندعي مفترض كل السودانيين يكونوا في قلب رجل واحد. إذا خرب السودان نحن يعني خلطنا السودان يكون آمن، يكون مستقر، السودان يكون بدون أملاء، بدون خوانة، بدون مرتزقة. يعني عشان كده لو ما توحدنا يعني ما هنقدر نخطي أي خطوة. عشان كده نحن يعني كنا يعني فكرنا وانتبهنا جيد، بعد ذلك نحن جينا أعلنا وأخواننا في حركة عدل ومساواة، والآن نحن بنقول كلنا نكون معاهم في غندق واحد ونموت سويا بنحيه سويا. لازم نوصل رسالة مهمة جدا للمرتزقة، وأنا ما بسميهم مرتزقة، أنا بسميهم أجانب حقيقة بصحة الغرب، لأن الشعب السوداني الدعم السريع من الشعب السوداني اللي كانوا موجودين غافلوا في الفترة بتاعت شهرين، أما تبقى من الناس كلهم أجانب، والكلام ده نحن بنعرفه تماما في الميدان الآن. يعني نحن ما بنتكلم من برا، بنتكلم من الميدان. بالتالي بنقول له يا أخي يا رأس الدعم السريع ولا الأجانب، نحن قالوا دي الحركات المشنقة، نحن أولاد مشنقات صح، وأي رجل حضرته ما مشنقة أنا بعتبره إنه ما مشنقة. نحن أولاد المشنقات والميدان بيناتنا. أدو نحن الآن نجتمع هنا لكي نخيز الأعداء، نقول لهم صفكم ده ما في زول بمشي فيه إلا كامنا صندر، لكن الصف الراجع هو صف الوطن الأخيار الذين سيحررون هذا الوطن. بهذا ازداد الرجال أن يصفوا في صف حركة عدل المساواة السودانية. الزول ده جاب كتائب أنا بعرفهم تماما على الأرض، آلاف من المقاتلين على المستويات في أمدرمان، في الفاشر، في الويب، في العباسية التقري، في النيل الأبيض، وفي ديل كلهم الآن بقى على يد أخونا الدكتور والفريق أول جبريل إبراهيم. نقول لك هنيئا لك بهذا الرجال، لو شايفين موجود ديل واقفين كلهم إضافات حقيقية لجيب. دشن ممثل وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية النيل الأبيض المهندس محجوب آدم صابر دشن انطلاقة حصاد القمح للحقول الإضاحية الممولة من برنامج الغذاء العالمي عبر المشروع الإسعافي لتعزيز إنتاجية محصول القمح بالولاية. وأشاد محجوب بجهود البرنامج الإسعافي في توطين زراعة القمح بالبلاد، مؤكدا توظيف كل الإمكانات للارتقاء بالقطاع الزراعي بالنيل الأبيض. من جانبه قال الدكتور خالد عبد الله عثمان مدير محطة البحوث الزراعية بالولاية، قال إن المشروع استهدف دعم صغار المزارعين بالمشاريع المروية وتوفير التقاوى والأسمدة والمبيدات. كل الجهود دي أدتنا إنتاج تقريبا 17 جوال زند 90 كيلو، وأحسب أن هذا الإنتاج إنتاج عالي وإنتاج قياسي ومشرف. وإذا الإنتاج مشى بالصورة في كل الحقول وفي كل المشاريع، نحن إن شاء الله نحقق الأمن الغذائي للسودان، وبالتالي يكون هذا الإنتاج سلاحنا. زي ما العساكر والمجاهدين بيجاهدوا في مناطق العمليات، نحن بنجاهد هنا في الزراعة عشان نحقق الأمن الغذائي ونوفر الاستقرار للمواطن السوداني. نحن في وزارة الزراعة بنقدم كل الخدمات للمزارع عشان يزيد من الإنتاج. وليه نحن استخدمنا التقاوي؟ لأن جماعة التقاوي دي أهم حزمة تقنية من الحزمة التقنية للإنتاج. لأنه نحن إذا طبقنا كل الحزمة التقنية وما عندنا تقاوي جيدة ما حيكون عندنا إنتاج. اليوم إن شاء الله هو تدشين حصاد التجارب المعنية بزيادة الإنتاج والإنتاجية، اللي هو من ضمن المشروع منفذ من قبل منظمة الـ WFP. والمشروع ذاته هو جاء كمنحة اللي هو فيه دعم لصغار المزارعين،
دعموا حوالي 19971 مزارع اللي هم بالتقاوي، مدخلات الانتاج يعني فيها التقاوي وفيها الأسمدة وبعض المبيدات. تم اختيار 5 مواقع عشان يكون في برنامج مصاحب فيه نقل التغانات، يعني زي ما انت بتدي مدخلات مفترض برضه تقديم تغانات، فالبرنامج المصاحب اللي هو فيه نقل التغانات تم تنفيذه يعني من خلال وزاره الانتاج بتتمثل في الارشاد الزراعي وهيئه البحوث الزراعيه، فتم زراعه 5 حقول في الولايه. اكد رئيس لجنه العون الانساني بمحليه ام بده صلاح جبريل اكد استمرار الجهود لاغاثه الوافدين من ام بده بمحليه كراري. جاء ذلك خلال برنامج توزيع السلة المقدمة من منظمة مراقي للتنمية البشرية، وذلك بدعم من مصنع أسمنت الشمال بالدامر لوافدي أم بدة بالواحة لمربع 7، مبينا استمرار وتذليل كل الجهود في حصر الوافدين والوقوف على احتياجاتهم الضرورية والإنسانية. إذن مشاهدين، بهذا الخبر تنتهي هذه النشرة، وهذا هو تذكير بالعناوين. مطالبات غربية بفرض عقوبات على دولة الإمارات لدورها في دعم ميليشيا لدجلو الإرهابية بالسلاح. ولاية الخرطوم تستقبل قافلة الدعم المقدمة من نهر النيل. انطلاق عمليات حصاد القمح الممولة من برنامج الغذاء العالمي بالنيل الأبيض. حفظ الله البلاد مشاهدينا، أرضا شعبا جيشا، أينما كنتم تمنياتي لكم دوام الصحة والعافية، في أمان الله.